بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم أخواتي في قناة ليندا ياسمين للطبخ. اليوم حضرت لكم جواز جلبانة بالخرشف، درته بالجاج، يعني جاء في منتهى الروعة ما شاء الله. درته بالمرقة، يعني طبق يوالم هذا الفصل تاع البرد والشتاء. تابعوا معايا الفيديو للنهاية باش تشوفوا تفاصيل تحضير هذا الجواز، وفرجة ممتعة. نجوزو دوكا باش نشوفوا مقادير تاع هذا الجواز اللي راح نديرو بالخرشف والجلبانة. عندي هنا طرف تاع الجاج، نحتاجو جلبانة، يعني كمية هكا كل وحدة ديرها على حساب العائلة تاعها. عندي هنا خرشف راني نقيته وغليته في الماء والملح، يعني راهو طايب ما شاء الله. هذا اختياري، زوج حبات زروديه وحبه بطاطا، يعني الطاجين تاعنا تاع جلبانة والخرشف، باش اللي تحب هكا الجواز وتكون عائلة كبيرة ما شاء الله تزيد هكا حبة بطاطا ولا تزيد زرودية، يعني باش يجي الجواز زاكي. عندي هنا حبة طوماطيش وحبة بصل مسكرفجين، عندي ورقة تاع الرند والتوابل، عندي نص مغرف طوماطيش نص برا، عندي زنجبيل، راس الحانوت، فلفل كحل وفلفل عكري، ملح والزيت، وعندي معدنوس. نجوزو دوكا مباشرة باش نشوفو طريقة تحضير هذا الجواز. يعني والم بزاف في الشتاء، يعني طبق يجيب المرقة. بسم الله، 4 مغارف تاع الزيت، عندي هنا حبة تاع بصل مسكرفجان، ندير طراف تاع الدجاج، نخلي هكا يتقلى شوية، بعد ندير التوابل. وكي تقلى لي مليح البصل هاذيك الذبال والدجاج تقلى، نزيد الطوماطيش، وكي ندير عليه التوابل. ندير الملح، فلفل كحل، ندير شوية زنجبيل، راس الحانوت، ندير هكا قسم مغرف مع معاد تاع فلفل عكري، عندي نص مغرف طوماطيش مصبرة، ندوبها هكا بشوية تاع الماء،
تخلي هكا يتقلى شوية، اللي دير دوك الزروبية، اللي دير بغات تضيف الزروبية ديرها دوك مع الدجاج، نقطعها هكا دوائر. قلت لكم هذه اختياري، اللي تحب تزيد زروبية زيدها نورمال. اللي عندها دراري صغار في العائلة تاعها لازم زروبية والبطاطا في الجواز. نزيد الجلبانة والورقة تاع الرند، خاطش الجلبانة كاين وين تجي شوية تبقى شوية طياب. نخلي البطاطا والخش خاطش الخش تاعي راهي يعني طابت مليح، نديرها مع البطاطا. هكا نمرق، تاني تغطى لي الدجاج و الزروبية، نزيد شوية. هكا نغطيه ونخليه يطيب. بسم الله، دوك نزيد ندير الخرشف والبطاطا. الدجاج راهو طاب، نحيه. دوك نقطع الحبة تاع البطاطا، نديرها هكا بالطول، هكا نقطعها هكا شوية رقيقة. نزيد الخرشف، هكا دوك يكمل طياب مع البطاطا، يجي سوا سوا. ندير عليه شوية هكا تاع معدنوس، نغلق عليه ونخليه يطيب. بسم الله، هاوليك دوك الجواز تاع الخرشف بالجلبانة والدجاج راهو طاب. دوك نزيد له هكا رشة خفيفة تاع فلفل كحل، هكا شوية معدنوس هكا من فوق، هكا دوك نطفي عليه. من بعد شوية نولي ليكم باش تشوفوه في طبق تقديم إن شاء الله. راني وليت ليكم بعد اللي طاب الجواز اللي درتو بالجلبانة والخرشف والدجاج امامكم، راهو في صحن التقديم يعني جاي شهي ما شاء الله. طبق غني بالخضروات، فيه كاع الخضره، جلبانه، خرشف، زدت له كاضافه بطاطا وزروديه باش يجي طبق زاكي، ودرتو بمرقه حمراء يعني جا في منتهى الروعه ما شاء الله. وخليت فيه هكا لاصوص
شويه مرقه هكا، ماشي شرط تكون ثقيله بزاف. كاين الاطباق اللي نبغوا فيهم المرقه تكون ثقيله، بصح هذا هكا شويه مرقه ماشي ثقيله بزاف، تجي هايله هكا، جواز باتم معنى الكلمه. نتمنى انكم تجربوه بهذه الطريقه ويعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش ديروا لي جيم لا فيديو وابوني باش يلحقكم كل جديد فيديوهاتي، والى الملتقى ان شاء الله. We'll be right back.